أيام لها تاريخ، نتحدث عن مصمة الخشيش. الحاج محمد طه، القاهرة، ميدان العتبة أو شارع كلوت بيه. ماشي جاهزين. هو ده ايه حضرتك؟ دي راس دون. راس دون. دي حلويات محمرة. حلويات محمرة. ده الممبار. الممبار. ودي راس دون. حاجة متغلفة جميلة. راس دي راس. راس دي. بألف هنا وشفا. تعالى كل. بألف هنا وشفا. بألف هنا وشفا. الوجبة جميلة ومعاها الخضروات تبع السلطة. بس المهم تكتب علينا مقالة كويسة. على كل الراجل اللي محترم اللي ربنا يعزكم. بألف هنا وشفا. اتفضل. بألف هنا وشفا. السلام عليكم. الحاجات الجميلة الرائعة دي. سيادتك بتجهز ايه الوقت يا فندم؟ جاهز طلب لحمة راس احمر بالخضر. جميل، يا رب يعزك. المحل نضيف وله اسمه اصلا يعني. ده من فوق حضرتك. ربنا يعزك. الرخصة بتاعتنا الفعلية سنة 2020 يعني تاريخ 70 سنة بالورقة والقلم. 70 سنة. 75 سنة. 75 سنة. تاريخ ما هي. ما أنا تحدثت بالخارج يعني المحل في أعرق شوارع القاهرة، شارع كلوت بيك بالعتبة. مظبوط معايا. انت مراعي طبق السلطة والخضار اللي بتحط تحت قطعة اللحم بالرأس. كلها بقى بديهيات اتربينا عليها في الشغل. ده يعتبر بالنسبة لنا احنا تراث. طبعا. انت بتقول 75 سنة يعني تاريخ. مظبوط يا فندم. بسم الله ما شاء الله. الله المستعان. انت بتطبخ في اواني ستينلس حاجات يعني؟ في حاجات بتبقى في ستانلس وفي حاجات بتبقى في الالومنيوم. لا، ما هي الستينلس جميله يعني. احدى الصيحه في الاواني هي الستينلس. ما تقوليش اي حاجه بعد كده يعني. عفوا انا بتكلم على يقول لك التيفال والكلام ده. لا، هو انضف الاواني هي الستينلس لان ملهاش طبقه، ما هيش مغطاه بطبقه. بألف هنا وشفا. ده حاجة جميلة. يبقى سيادتك الطبق، عفوا الطبق الأولاني ده لحمة راس مع التشكيلة والممبار مسلوق. لحمة راس مع التشكيلة والممبار مسلوق. تمام. دي ده لحمة راس وتشكيلة وممبار بس ده محمر بالخضر. بألف هنا. شكرا. شكرا. شكرا يا فندم. ربنا يعزك.